كما قال عبد العاطي ان مصر تحث كافه اطراف الصراع بالعمل على الالتزام بضبط النفس وتجنب انزلاق المنطقه الى حرب اقليميه شامله، كما شدد وزير الخارجيه على رفض مصر الكامل لسياسه الاغتيالات السياسيه. تستمر مصر في حثها لكافه اطراف الصراع والنزاع بالعمل على الالتزام بضبط النفس وتجنب انزلاق منطقتنا الى حرب اقليميه. شامله سبق ان عبرت مصر كما تعلمون وهو ما نقلته لمعالي الوزير عن ادانتنا ورفضنا الكامل لسياسه الاختيالات السياسيه وسياسه الاختيالات بشكل عام وايضا الرفض الكامل وادانه استهداف الدول وسيادتها ونؤكد مره اخرى على ان مثل هذه السياسات التصعيديه لن تؤدي الى الا لمزيد من العنف والعنف المضاد وسفك دماء الابرياء في المنطقه التي اصبحت عرضه لمزيد من هذه الصراعات وبما قد يؤدي الى خروج الامور عن نطاق السيطره خاصه اذا كان هناك سوء في الحسابات وخطا في الحسابات بما يؤدي يهدد الامن والاستقرار في المنطقه بل ويهدد الامن والسلم الدوليين